حركات سياسية بدتها الكتل المختلفة بغية التوصل إلى تحالفات كبيرة تتشكل على أساسها الحكومة المقبلة. الإطار التنسيقي بدأ بتحركات جادة صوب الكتل السنية وأخرى صوب الكتل الكردية في مسعى لضمه بتحالف كبير قادر على تشكيل حكومة توافقية كما يطمح الإطار التنسيقي. في مقابل هذا توجد هناك حركات سياسية يوجهها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وذلك للوصول إلى عدد من المقاعد يمكنه من تشكيل حكومة أغلبية سياسية كما يطمح زعيم التيار الصدري. لكن ما بين هذا وذاك يبقى الفصل في كلمة المحكمة الاتحادية بالبت بالطعون المقدمة يوم الأحد المقبل، المحكمة التي يعول عليها الإطار التنسيقي كثيرا لإعادة العد والفرز في عدد من المحطات أو حتى في أبعد الاحتمالات أو أقرب الاحتمالات كما يشير قادة الإطار هي عملية إلغاء النتائج برمتها، لكن ذلك مستبعد وفق المعطيات على أرض الواقع. لكن متابعينا الكرام، ما بين هذا وذاك تبقى تحديات كبيرة في المرحلة السياسية المقبلة. أي الحكومات ستكون قادرة على انتشال العراق من أزماته، وكيف يمكن أن نضمن حكومة تعمل لتقديم خدمات حقيقية في العراق؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة، والحكومة المقبلة ستكون بأعمالها قادرة على تلك الإجابة.